الأمور المرتبطة بتطبيق العدل الإلهي على الأرض. أخبر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين أنهم سيفترقون إلى فرق كثيرة، والفرقة الناجية هي التي تتمسك بالثقلين كتاب الله وأهل بيت النبي عليهم السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. ولتطبيق العدل الإلهي في آخر الزمان هنالك أمور مرتبطة بذلك، وهي: أولاً، وجود شريعة كاملة وقانون بمثابة الإجابة لجميع متطلبات الإنسان. ثانياً، وجود قائد وإمام يتولى أمور العباد في تطبيق هذه الشريعة، ولا يمكن للناس التطبيق إلا من خلال هذا القائد المعصوم. ثالثاً، لابد من وجود أمة قادرة على تحمل المسؤولية. المؤمن له دور مهم في تطبيق العدل الإلهي، والأسباب التي أدت إلى تأخير تطبيق العدل الإلهي هي الناس، حيث لا يوجد نقص لا في الشريعة ولا في القائد الإلهي. من هنا علينا كمؤمنين أن نفهم دورنا في زمان الغيبة والانتظار. ومن الطبيعي جداً أن يولي الإنسان المؤمن مسألة من أهم المسائل التي تتعلق بإمام العصر والزمان الثاني عشر الذي بشرت به الأحاديث الشريفة اهتماماً كبيراً. روى السندي عن جده أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في من مات على هذا الأمر منتظراً له؟ قال: هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه. ثم سكت هنيه ثم قال: هو كمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.